الله، ايه اللي جابك كرودي ده هنا؟ اترزعوا لحد ما اشوف الزفت ده عايز ايه. وجب يا معلمه. عايز ايه يا هفا انت؟ انا جاي اخد حقي. ده اللي طلع. قتلته وقتلك انت كمان. اثبت عندك انت وهو. انت بتقول ايه يا ده خيشه؟ انا مش خيشه، انا المقدم حازم لاشين من مباحث الكهرباء. مقدم؟ اي اي سلطان انت كويس؟ اي سلطان بلاصه البطه انت كويس؟ اي بس عفارم عليك يا سلطان يا ناجي، طلعت راجل. طب حاسب يا داليا طالة، السكينة طالعة من ظهري تعورك. انت بعد اللي عملته عشاني النهاردة نفديك بروحي يا سلطان. أؤمر وأنا نفذ. انت عارفة ان الفتوى الأديب شريف نجيب قال من فدى شخصا بروحه فعلى الشخص الذي فدي أن يتزوجه حالا؟ وأنا مستعدة أتجوزه. أي خلاص، يبقى نكلم المأذون دلوقتي حالا، هو نكتمها بشوية بن وبعد كده نطلع على المستشفى. نروح المستشفى وبعدين نكلم المأذون. لا، المأذون الأول وبعدين نطلع على المستشفى. أي 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 ما كفاية بقى سلطان، صدعتنا الله. إيش حال ما كانش جرح سطحي؟ سطحي؟ دي السكينة خارجة من ظهري، أنا بموت بجد. أبهجت بهجت إيه؟ داليا داليا ديسفوريا، عايزين نخلص. سكينة غرزتين في المستشفى، استحمل لحد ما المأذون يجي. مساء الفل يا سيدي المعلمين، محسوبك مأذون الناجي. ايه ده، انت من عيلة الناجي برضو؟ لا، انا بابا اسمه ناجي، بس اصلا احنا من عيلة عاشور. عاشور ايه؟ عاشور الناجي. طب ممكن لو سمحت كفاية رغي وتجوز المعلم سلطان الناجي للمعلمة داليا طلة؟ واجب يا سيدي المعلمين، بس ما تاخذنيش في الكلمة يعني. المعلمة داليا طلة بتتجوز فاروق الفيشاوي لياسر جلال، ولو زنق يتقوي في ضغط السيزون بيجيب محمود حميدة. اي اي ما تنشف بقى يا واد، في ايه؟ اه شفت هيقعوا في بعض. لو سمحت بقى اكتب كتابهم ونخلص. اسمعوا يا حارة، بارك الله لكم وبارك عليكما وجمع بينكما في خير.